السلام عليكم اصدقائي، شلونكم؟ سافا. اليوم موح ميلانو نزل اغنيه جديده باسم ما شافوهاش. طبعا موح ميلانو انا احبه باغنيه وانا ما زالني كيما بكري، طبعا جابت هاي 72 مليون مشاهده، يعني انه الوطن العربي كلها شافه. الاغنيه كانت حلوه، ما عملت عليها رده فعل بس انا شفتها كثير حلوه. نزلوا اغنيه جديده نشوفها مع بعض بعنوان ما شافوهاش، فخلونا نبلش ديركت. وانا كانه قام يستعيد ذكرياته، واقف قام يتفرج على الموبايل ويستعيد ذكرياته. اوكي، ما شافوا هاي. جزائر العاصمة، تحية لكل واحد من العاصمة، تحية لكم جزائر العاصمة. اخراج ابو مدين. اوكي، بداية مؤثرة يا جماعة. شوفوا قاعدين العيلة كلهم بغرفة واحدة بس، وكمان ما في سقف مثل الخلق، يعني توتي وينزل عليهم المطر. اوكي، صغري جاي الزنقة ما يدوال وما نلقى، ما زال ما خلصت الحلقة، اللي يضيع هاد الموم عند الله الملقى، قاع نروح واحد ما يبقى. اللي ضيع هذا الامور عند الله الملقى، قاع نروح واحد ما يبقى. لا جد، يعني نشوف انه واقف ما في شيء، ما في شيء حتى يشرب، وابوه مرضان وهو طفل. في ظلام الليل نسير، ما في كيس ابدي راح يشتغل، طفل صغير راح يشتغل، اظن راح يشتغل عشان يجيب دواء لابوه، ابوه قام ينازل من المرض. يا جماعه انا هيك قصص انا كثير تاثر بيني. ليش السبب؟ ليش؟ لانه سوريا صاير فيها هيك، اطفال سوريا كثير قام يصير معهم هذا الموقف، انه يروح طفل يشتغل عشان عيلته. لا اله الا الله. يقولوا ايش الدليل؟ مجاهد صغير جاي على ابوه بمصاري مبسوط، جاي يفوت على ابوه بمصاري مبسوط وابوه مات. لا اله الا الله. انت اخوي موح بدك تبكيني؟ لا اله الا الله، والله العظيم موقف صعب، انه انت طفل لساتك طفل، بدل ما تروح على المدرسه تروح تشتغل تجيب. لا اله الله. نظرته للطفل يروح المدرسة وواقف يبيع خبز. لا إله إلا الله، والله الفيديو هذا قصة كثير، هاي القصة مكررة كثير مكررة كثير، وقامت تصير عندنا كثير ما شافوهاش فعلا.
فيك انت يا هذا زهري وهذا مكتوبي. هذا زهري وهذا مكتوبي. لا اله الا الله. الحمد لله على كل شيء، على كل الاحوال، يعني الحمد لله على اي شيء رب العالمين يقدم لنا اياه. ولكن شيء صعب يعني فعلا، انك هيك حاله انت ما تعرف يعني. لا اله، ايش بدي احكي، ما اعرف. ما يدفلا قيليا خاطين الرومانسية ومتيقى عندي لفوبي دي يا روحي في الامان وين افهم ميلاتي قراني هاد الزمان انجري يا ماتي خلي اللي غار يقول الحقيقة قواتي واللي هدروا ما شافوا ما عاشوا حياتي. هذا الطفل عن جد عن جد عن جد شجاع جدا. شوف شلون مسك اخته. لا يعني هيك اطفال الله محيي اللي بطن اللي يعني. المشكله الكلمات ما قام تطلع مني، ليش ما اعرف. ما شافوهاش هادي، ما شافوهاش دي طاس عيد واحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادو ما سامحوني قام اوقف كثير بس حق. ما شافوهاش ما عاشوهاش، ما شافوهاش ما عاشوهاش، ما شفتها ما شفت وضعي وما عشت وضعي. كبر. الله يرحم، الله يرحم جميع الأبهة. الله يرحم فعلا انك تعيش طفولتك وابوك متوفي. الله يخلي لي ابوي ويخلي جميع أبهاتنا، والله يرحم جميع الوالدين. خلونا نكمل. جد المظاهر خداعة. اي والله نحن ميزتنا انه مش بس بالوطن العربي، هاي بكل العالم موجودة المظاهر. نحن ندقق على المظاهر كثير كثير، ما اعرف ليش. المظاهر اهم شيء قبل كل شيء. وشوف انا ملاحظ انه هو ساعتين صار مغني يعني. اوكي ولا خلو كل الوان لهوة بقعدة النسوان كي تفيق تتكسر لك الساعة الوقت صعيب صعيب والدنيا بالدرار وصبح يحلي نور الغطاح يديروا فيه سكار معاك اليوم وغدوة يربكم الطيارة ما لازم وقع عقد. اوكي معناته حياته راح تتغير. خليك من هالدار ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فرص عيد واحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادي ما عاشوهاش شوف سلاطة سير مرة لا تنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش. جايين يتصورون معه ولو تعرفون ماضيه ولو تعرفون ايش قد عانى هالزلمة. جدا فيديو كليب رائع توب 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 روعة 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 رهيب. القصة جميلة جدا وفعلا المظاهر خداعة وفعلا ما شافوهاش ولا عاشوهاش. فعلا جميل جدا يعني
طفل 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 عن جد شجاع. كوراج انتو تقولوا كوراج. لون يكون خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واتمنى تكون كمان عجبتكم الاغنية. الاغنية نار نار، انا عجبتني شخصيا. فيديو كليب كثير 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 عجبني، كثير كثير عجبني. ويلا ضيفوني على الانستغرام طبعا، ونشوفكم فيديو جديد. سلام.